أطلق برنامج تنمية القدرات البشرية التقرير المعرفي لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، حيث لخص التقرير 5 توصيات من شأنها تعزيز الاستدامة في تنمية القدرات البشرية، وهي الاستثمار في التعليم والتدريب ودعم التعلم مدى الحياة واعتماد السياسات المرنة لسوق العمل وتعزيز الدعم الاجتماعي إلى جانب الاستفادة من صنع السياسات القائمة على البيانات للمساهمة في ضمان الجاهزية للمستقبل بمهارات وقدرات تواكب احتياجاته.